أمك عم تساوي كل شيء لتكسبه لصفها، وطبعاً عمر بيعرف منيح كيف يخليها تحبه. هو ممثل فظيع. أنا أساساً ما عم بقدر أتحمل إنه موجود معي بنفس الصف، ولسه عزمته على بيتنا، رح يقضي معنا نهاية الأسبوع. ما بعرف كيف بدي أتخلص من هاللزقة. شغلة بسيطة كتير، فيك تلاقي أي حجة لتهربي من البيت، لأنه هداك الولد باينته شيطان وما رح يقعد عائل أبداً. أنت مجنونة يا بنت؟ لو أنا كنت مكانك ما كنت طلعت خطوة برات البيت. ليش بقى؟ بما أنه أمك عم تتقرب من هداك الولد لتتعرف عليه، كنت ساويت كل شي لخليها تعرف أنه سيء. ما فهمت شو بدي ساوي؟ يعني بما أنه الحقير عمر عنده أسلوب شيطاني، لازم تتبعي نفس الأسلوب وتوجهي له ضربة. يعني قصدها ضل بالبيت وضيق على الدنيا؟ ايه بالضبط هيك. انا دائما بقول هالبنت فظيعة كتير وبتفهم فورا. يلا عرياضة يلا. كتير اشتقت للكعك يلي هون، ما في مثله بالدنيا كلها. عم تسمعوا؟ لما كنت قلها انا عازمك على كعك بالساحل كانت كتير تزعل مني، وهلأ صارت تحب الكعك. بالعادة مناكل همبرجر وسوشي وسمك، مو هيك؟ طبعاً اشتقتي للشغلات يلي هون، مو هيك؟ قدير أكيد أنت كمان سافرت برا البلد. يا ترى شو الشي يلي اشتقت له كتير؟ لا، لأنه فيك تقولي أنا ما سافرت برا البلد. كيف يعني نهائية؟ يعني رحلة أنت وعيلتك ولا أنت وأصدقائك؟ لا، يعني ما صارت لي الفرصة لسافر أنا وعيلتي، لأنه أبي وأمي بيضلوا بشغله، وإذا هن الاثنين عطلوا سوا منروح على الضيعة على قد يمان. مفهوم. وين هي الضيعة؟ بتطلع على البحر يا ترى؟ فيها نهر بارد إذا بتحبي تسبحي. فهمت. صحيح أنا ما قلت لكم قدير في عنده 3 أخوة. هالشي حلو كتير، يعني يكونوا 4 أخوة بنفس البيت، وين ما قضوا العطلة رح ينبسطوا كتير. صحيح، بيتسلوا مع بعض. وانت شو بتشتغل؟ عايش باسطنبول؟ لا، أنا بلوزان بسويسرا. على الأغلب انت بتعرفها. ها؟ بعرفها، صار لي زمان عايش بلوزان، عم أدرس إدارة الفن، ويمكن أرجع اسطنبول هالصيفية. ولما رحت لعند مارت ساوينا رحلة طريق، ما بتتخيلوا قديش تسلينا. بلشة؟ طيب شو رأيكم نساوي رحلة طريق لما تجوا بالصيف؟ منساويها على شط البحر الأسود. أنت موافق قدير؟ تقدر تجي معنا كمان؟ لوين؟ منروح سوا برحلة طريق. ميليسا بس اشرحي لي أنت شو قصدك، يعني لا أعرف جاوبك لأني ما فهمت. مفهومة، ما بدها شرح. رحلة بالسيارة على طول البحر الأسود. بس ما يقلي قدير إنه بحياته ما ركب سيارة، وإلا نحن رح ننصدم، وهيك قدير؟ لا مو لهالدرجة. هو أنا ما عندي سيارة، بس طبيعي أركب سيارة أحيانا. أي صحيح. ممكن دندن يارن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-